تمام يا باشا. رد على قد السؤال. اتعشيت؟ لسه يا باشا. طب يلا امسك. بسم الله. شكرا انا والشيف. شكرا لله. اقفل الباب وراك بقى. يلا يا عم ايمن بقى ما تنحليش بقى. يلا يا عم. بسم الله. ها كمل. احنا كنا بنقول ايه؟ احتمالات الاماكن. عندنا 5 احتمالات للاماكن اللي ممكن يكون موجود فيها امريكاني. بس المشكله ان الاماكن دي كلها ما تخصش امريكاني في حاجه. كل ملاكها ناس تقال قوي. يعني احنا مش مشكلتنا في امريكاني. مشكلتنا في اللي وراه اللي بيحموه. طول ما الناس دي موجوده مش هنعرف نجيب امريكاني في قضيه ياخد عليها حكم زي ما يستاهل. اديك شفت الولايه شالت عنه كل حاجه. هي صاحبه العماره وهي صاحبه الاوضه اللي في السطوح يعني البضاعه بتاعتها. وبشويه تركيز قد كده طبعا الست دي شريكه الراجل ده في كل حاجه لها علاقه بالمخدرات. يمكن عمر تكون متواجد معاه في الموضوع ده يعني وهو بيرضيها قرشين كافه طلباتها. مستحيل. صعب الست ترمي نفسها في النار عشان خاطر. خصوصا انها وقفت نشاطها الاساسي من يوم ما اتلمت عليه. الو يا باشا. امر يا باشا. امر يا باشا. حاضر حاضر يا باشا. في الطريق. سلام ساعتك. سلام يا باشا. المأمور عايزني. اشمعنى؟ معرفش. عارف ان انا هنا؟ ما اظنش. بس هي فارقه يعني؟ لا انا ما اقصدش. المهم بس عشان ما انساش من بكره حمله تحريات واسعه جدا على الاماكن اللي ممكن امريكاني يكون فيها. ويا ريت لو نلاقي امريكاني والا هنخش في حسابات من اول وجديد. دي خليها عليا يا معلم. بس تسيب لي الصاوي. عندك يا عم. ايمن ما تتطفش. سيب لي سندوتشين. يا صابر. يا باشا. حنفية ولا معدنية دي؟ حنفية طبعا يا باشا. أبو يا عم هات. امسك. ما تخلى يا باشا. كلت؟ انا مديها في البيت قبل ما اجي. طب خش الايمن بيه في مكتبي عايزك. حاضر يا باشا. يلا سلام. خير يا باشا؟ عادي. يا عمر الباشا كان عايزك في ايه؟ طق حنك. اكلمك في عادل الكومي اكيد. وانا خلفت غير عادل الكومي. طلع لي في المقدر. حد اتصل بيا؟ رن مرتين يا باشا.
ده الباشا الكبير. أمر يا باشا. أنا في الشغل يا بابا. ليه يا بابا؟ في إيه؟ رد عليا، لمسك ولا ما لمسكيش؟ رد عليا، رد عليا، لمسك ولا لا؟ عندك انت سيبوني يا باشا. الواد ده لازم يموت. هيموت يا باشا. صورته. انا عايزك تطمن على الاخر يا باشا. الواد ده انا هخليه يلف حوالين نفسه، هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحدف شبشبه ويجري ورايا القفو. واحد الله بقى يا باشا. قشطه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. معلش بقى يا باشا، قلبنا لك دماغك. ازاي بقى يا عمر بيه؟ الباشا والدنا كلنا وده انفعال طبيعي للي حصل يعني. معلش بقى باشا بالراحه كده، فهمني ايه اللي حصل. الموضوع يا عمر بيه ان الوالده قلبها كبير. تقريبا هي كانت في مشوار جنب محل الميكانيكي بتاع الراجل ده. وهي معديه شافته ماسك الصبي بتاعه وعدمه العافيه. العادي يعني يا عمر بيه، وهم بيعاملوا الصبيان كده. لكن يظهر ان الهاني متخضت شويه يا عمر بيه من المنظر. واتخانقت مع الراجل. وفي وسط الخناقه يعني انفعالها زاد شويه وحاولت تشد الواد من قدام الراجل. لكنه نسي نفسه طبعا ويعني وزقها. طب يا باشا انتوا عملتوا محضر؟ لسه يا عمر بيه. ماشي يا باشا بعد اذنك طبعا، يعني احنا هنأجل كل حاجه لحد ما اكلمك في التليفون. تحت امرك يا عمر. بعد اذنك يا ابني. امر يا باشا. الامور لنا بحد يفتح لنا. تحت امر حضرتك، انا هاجي مع حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل. انا هنتقل عليك كده. اتفضل يا باشا. اتفضل. 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 انا طبعا مش عايز اعرف ايه اللي حصل. انا متاكد ان انت صح. بس انا عايز اعرف انت عايزاني اعمل ايه مع الراجل اللي انت عايزاه هيتعمل، بس من غير ما تتاثري ببابا. أنا عايزة الولد ده في المؤسسة بتاعتي. هو الواد يتيم؟ لا، أمه موجودة. والمفروض إنهم بعتوا يجيبوها دلوقتي، عشان الراجل الهمجي ده عايزة تشهد إن هو ما بيشتغلش من وراها. صعبة دي يا ماما. أنا عارفة. طب والراجل؟ بصراحة يعني هو ما لحقش يزقني. أنا أول ما لقيته بيمد إيده عشان يزقني، اتخضيت ورجعت لورا وسبت الولد من إيدي. ايوه يعني لمسك ولا ما لمسكنيش؟ وانا لو ما كنتش اتخضيت كان اكيد هيلمسني طبعا. يا ماما فاهم انا. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان انا اتخضيت. طب انت عايزاني اكتب في المحضر ايه بقى؟ انه زقك ولا انه هوشك؟ هي هتفرق في ايه يعني؟ ما هو برضه غلط. هو من حق اي حد كده انه يهوش اي حد؟ ده طبيعي يعني؟ لا يا ماما مش طبيعي، بس تفرق كتير. لو زقك يبقى لمسك يبقى تحرش. انما لو خضك بس، انا اعرف اربيه بطريقتي من غير ما اعمل قضيه تحرش بقى ومحضر رسمي. مش عارفه بقى، بس باباك مصمم. مالكيش دعوه بابا، المهم انتي. بابا دمه محروق، انا هتصرف معاه. يبقى انا عايزه. عمر بيه. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. ليك ضيف عندي مستني في المكتب، انا قلت استناك هنا في نبطشيه الحاج. ده مين ده؟ ده فتح حكومي. فتح حكومي مين؟ ابو عادل فالنتينو. عايز ايه على الصبح ده؟ انا مش طايق اتكلم معاه بصراحه، انا ضيفته لغايه ما انت تيجي. يا اخي الناس دي بيجيب لي دي تنفس على الصبح كده. لا 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 لا، دي تنفس ما ينفعش، اضرب دي. اشمعنى يعني؟ تسلك الهواء. بتعمل شغل؟ نافوره هواء. ماشي. ابعته لك بقى عشان المكتب عندي اتخنق. طب شويه واحدفه طيب. تعرف تلف. يا سيدي ادينا بنحاول. صباح الخير. صباح النور يا فندم. أصلا أنا مركزة إزاي؟ حضرتك عايز مين؟ منصور بيه عز الدين.
دور الرابع. من فضلك انت سكر فين؟ نعم حضرتك. العناية المركزة فين؟ قدام على الشمال. فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ ما ينفعش يا فندم. ما فيش ما ينفعش، ده ابويا. الأوضة معقمة. اهدى بس، اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى كده بس. الدكاترة معاه جوه، لازم يجهزوك يا حبيبي وإلا هتأذيه. عمر بيه. يا صاحبي. الكومي بيه بره وعايز يقابل سعادتك. هات يا عم. حاضر. تفضل يا كومي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا باشا. السلام عليكم يا عمر بيه. سهلا، منور يا كومي بيه. اسف على التاخير. لا ابدا ما حصلش حاجه. اتفضل اتفضل سعادتك اتفضل. كان الله في العون. منورنا يا باشا. نورك يا عمر بيه. تشرب ايه سعادتك؟ متشكر قوي. لا ازاي؟ لازم تشرب حاجه. يعني انا مش عايز اشغلك، لو كان ولا بد يبقى قهوه مظبوط. طبعا يا باشا. اهو مظبوط للباشا. منور يا باشا. نورك عمر بيه. سيجاره سعد؟ لا انا واقف الحكايه دي لان الدكتور لو خد خبر هيضربني بالنار. يلا اوفر برضه. قوم يا باشا. عمر بيه، ايه رايك نخش دغري في الموضوع؟ مثل بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. نمشي عدل. نخش عدل. عمر بيه، لو لك اخ وغلط غلطه ممكن تعمل معاه ايه؟ حسب الغلطه. يعني لو غلط غلطه تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ لا انا الغلطه اللي تزعلني لازم تكون كبيره قوي. اصل انا زعلي بيزعل قوي يا باشا. تمام. طب يعني لو فرض وغلط غلطة كبيرة تزعلك ممكن تعمل معاه ايه؟ مش عارف. يعني امر طبيعي انك تقرص ودنه. اه عشان كده انا مش عارف. ايه اللي مش عارفه بالظبط يا عمر بيه؟ اصل انا القرصة بالنسبة لي في الغلطات الصغيرة يا باشا، لكن لو الغلطة كبرت القرصة هتزيد حبتين ممكن اقطعها. وقلبك هيطوعك؟ ما هو لو الغلطه كبرت قوي لدرجه انها تزعلني اكيد قلبي هيطوعني يا باشا، مش هتفرق معايا، خصوصا ان هو مش هيموت. بس ما يبقاش قلبك اسود بالشكل ده عمر بيه. يا باشا اؤمر يا باشا. الامر لله، الموضوع يتعلق بابني عادل. بقول يعني ما ينفعش السكه اللي انت واخده ليها دي. ما ينفعش ليه؟ علشان ما ينفعش. لاني ما ينفعش اني ولد من عيله محترمه ابن ناس لمجرد انه اتورط في نزوه ممكن يتورط فيها اي شاب من سنه في اي حته في العالم، ندمر مستقبله عشان واحده زي اللي اسمها رباب دي. ايوه هي مالها بقى يا باشا اللي اسمها رباب دي؟ لا مفيش، يعني هي بنت عايزه تعيش، ولكن لما تفهم انها هتقف للقطر ترضى بنصيبها. طب ولما تفهم انها هتقف للقطر بقطر تفتكر هترضى بقليلها يا باشا؟ وربي انا قلت بنصيبها. يا باشا قليلها نصيبها مش فارقه، هي هي ما تدقش. كمل يا باشا. كمل ايه بقى؟ ما انت ناوي تركبها القطر اهو. اؤمر يا باشا. الأمر لله. أنا بقول مهم يا ابني الموضوع ده ينتهي ودي. الأمر صاحب الأمر ونعم بالله. والموضوع ده في إيد اللي اسمها رباب يا باشا، لازم هي ترضى، هو ده اللي يرضي ربنا. ونعم بالله احنا ما قلناش حاجة، نشوف إيه اللي يرضيها وهي على حالها كده من غير ما تحس إن وراها ضهر. لا يا باشا ده شغلي بقى، لو شفت واحد مظلوم لازم اسنده الا لو حسيت انها كدابه. واضح بصراحه كده ان البت ما قالتش حاجه فيها كده، بدليل ان حضرتك سايب شغلك ومصالحك وجاي لحد هنا ومستنيني بقالك ساعه عشان في الاخر تقعد معايا وتساومني.
سوري يعني بمعنى مؤدب تفاوضني. المقابلة خلصت يا باشا، تقدر تفضل من غير ما ترد عشان أنا عندي شغل ومصايب متلتلة فوق دماغي مستنياني، مصايب من اللي بجد. مش خلفة جدرها الفسدان جاي يساومني عشان سلامتها؟ ما تتصورش سعادتك أنا مبسوط قد إيه بالمقابلة دي. تشكر تشكر أوي يا عمر بيه، ده من دواعي السرور سعادتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.